أخي أحمد، أنا قبل التشرف بالمشاركة في البرنامج عملت تغريدة على حسابي الخاص وقلت فيها أن إدارة أوباما الثالثة ما نخشى أن تكون إدارة كارتر الثانية. لماذا أردت أن أذكر بكارتر؟ كارتر برغم النجاح الدبلوماسي العظيم الذي حققه بكامب ديفيد، على الأقل من وجهة نظر الأمريكية كان هذا اختراقا كبيرا فيما يتعلق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في الشرق الأوسط، لكنه لم يستطع أن يبقى في السلطة وانتهى بولاية يتيمة واحدة بسبب كارثة أزمة الرهائن في إيران. الآن الجميع، ليس فقط جمهوريين، حتى في الحزب الديمقراطي، هناك من يقول أن عدم الحزم في التعامل مع الملف الإيراني قد حولنا بشكل أو بآخر إلى رهائن لدى إيران. وهذه حقيقة. إن نظرت إلى كثير من الملفات ومن ضمنها الملف السوري، تجد أن هناك حالة استعصاء أحيانا سببها التركي وأحيانا أكثر الإيراني. لابد من حل العلاقة مع إيران، وسياسة الاحتواء المزدوجة التي كانت تستخدم بين الولايات المتحدة وإيران من خلال مثلا حرب 8 سنوات بين العراق وإيران، هذه السياسة غير قابلة للاستمرارية وغالبا ما تنتهي بكوارث، لأن مرة أخرى خطأ بسوء قراءة الموقف يؤدي إلى كارثة. هذا ما جرى في قرار غزو الكويت، عندما قالت السفيرة الأمريكية في ذلك الحين أن هذا شأن داخلي بين العراق والكويت لا نتدخل به. سوء فهم هذه التصريحات أدى إلى كارثة الاحتلال، ومن ثم تداعيات كثيرة ما زلنا نعيش حتى الآن. الآن نفس الشيء، إذا التيار المتشدد في إيران ومن يسير خلف نظام ملالي إيران، والآن ملالي كابل، إذا صاروا في عقلية أن أمريكا تخضع للضغوط ولا يجدي معها إلا لغة الابتزاز، ستؤدي إلى سوء حسابات تضطر حينها الولايات المتحدة الأمريكية للتعبير عن موقفها الحقيقي، وهو أنها لن تسمح بأن يفرض عليها ما يمس مصالحها. وأي تمادي إيراني خاصة في ملف النووي هو محكوم بخطوط حمراء ليست فقط أمريكية، إنها خطوط عالمية تشمل حتى الصين وروسيا. لن يسمح لإيران لا بامتلاك سلاح نووي ولا بإيذاء حقيقي لمصالح الجوار الإقليمي ومن ضمنها إسرائيل ودول الخليج.